مالها يا عم الطفايه بتاعتك دي يا ابو عمو؟ اما جينا من الصين ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا، يا ريت الكل يتابعها للاخر. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد، وطبعا لو الفيديو عجبك اعمل لايك. الجمبري دي، مكرونه دي، شوربه دي. النهارده هنكلمكم عن ترند قلب الدنيا كلها. انا عارف ان هو الوقت متاخر وعارف ان انا اتكلمت عنه متاخر جدا، بس كان لازم اتكلم عنه علشان بصراحه عايز اوضح نقطه معينه من خلال الترند ده. الطفايه دي، الطفايه دي. طبعا كلنا عارفين البدايه البسيطه للراجل ده ان هو طلع قال كلمتين اتنين في القطر، الطفايه دي، ومن بعدها بدات ابواب الرزق تتفتح له. خير يا فندم، اخبار البيتزا ايه؟ البيتزا دي، البيتزا دي، ربنا يوسعها عليه. وطبعا ده هو موضوع حلقتنا. لما نيجي نتكلم عن الرزق عايز اقول لك ان ربنا بيفتحها عليك من اوسع ابوابه من اشياء عمرك ما تتخيلها ابدا. الراجل علشان الناس حبت اسلوبه فبدات تتفاعل معاه على السوشيال ميديا. الطفايه دي، الطفايه دي، الطفايه دي. مالها يا عم الطفايه بتاعتك دي يا ابو عمو؟ بدا ياخدوا المقطع الصوتي بتاعه وبدا ان هم يستخدموه على الفيديوهات على تيك توك. في بعض الناس في البدايه اخذته بسخريه وبدات تتكلم عادي جدا على اساس ان هم بيضحكوا ليس الا، وفي ناس بدات ان هي تضحك على اسلوب الراجل ده. الطفايه دي، مالها يا عم الطفايه بتاعتك دي يا ابو عمو؟ اما جينا من الصين ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه. وفي ناس استمتعت من الكلام بتاع الراجل علشان اسلوبه نفسه جميل جدا وبيشد اي حد. فانا بصراحه كنت شايف الفيديو ده من البدايه ان هو فعلا راجل بسيط واسلوبه فعلا جميل وحاجه كده مريحه، يعني شخص فعلا مريح. والتحفه دي اما جينا من الصين برده ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه. عايز اقول لكم ان باب الرزق فعلا لما بيجي الواحد والله بيجي له من اسباب عمرك ما تتخيلها ابدا. يعني واحد زي ده طالع علشان خاطر ان هو يرزق علشان يعرف يصرف على اولاده. الطفايه دي، الطفايه دي، الطفايه دي. مالها يا عم الطفايه بتاعتك دي يا ابو عمو؟ فطلع من بيته ورايح القطر بيبيع السلع بتاعته اللي هو سواء كان بيصنعها او بيشتريها، المهم ان هي محليه على حسب الكلام اللي هو كان بيعرضه عن السلع بتاعته. كان بيطلع يتكلم عن الطفايه ان هي صنع محلي فشجعوا صنع المحل بتاعكم، فاسلوبه في البيع والشراء حاجه كويسه جدا ويعني يلفت النظر ليه. يعني معانا الوسيله الاساسيه ومعانا الوسيله الترفيهيه. الوسيله الاساسيه هي طفايه سجاير، يعني بتشرب سجاير ما بتشرب سجاير لازم ليك طفايه في البيت.